أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وها نحن نلتقي بكم مجددا في رسائل، ورسالة جديدة ومعنى جديد وعمل جديد. الأعمال في الخير أعمال كتيرة وبتتنامى وبتتزايد مع كل صبح بيطلع، مع كل شمس نورها بيسكن في عينينا بنلاقي في أمل جديد، والأمل لما يكون مع عمل الدنيا بتحلو. يا سلام بقى عمل حلو وعمل خير، ونشوف ان ده كنا من امبارح بالليل مبيتين النية جوانا ان احنا ان شاء الله لو ربنا مد في عمرنا يوم في لحظة او ساعة هيكون هو هنعمل عمل حلو عشان نسعد به الناس. دي النية الحلوة. خلونا نعرف المعنى، معنى النية. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلونا نعرف المعاني الحلوة وتدور مدار أعمالنا عن حول هذا الحديث، عند هذا المعنى، عند هذه النية. خلونا أرحب بالشيخ أحمد ممدوح من أبناء الأزهر الشريف. شيخ أحمد أهلا بك. أهلا أستاذ حسن، مرحبا وسعيد بهذا اللقاء. إحنا أسعد، ربنا يبارك في حضرتك. وكنت ناوي لما أقابلك وأشوفك هقول لك إيه معنى النية ويا رب، وإزاي نخلي نوايانا دايما نوايا حسنة. ربنا يحسن نوايانا جميعا يا رب. اللهم صل على سيدنا النبي. بداية الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنت ناوي وده مدخل مهم جدا في حياة كل إنسان بيتنفس. لأن سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يميز الأعمال. أيوة، ديت نقطة مهمة جدا، وده المحور الفارق في حياة كل إنسان. يعني حضرتك بتعمل عمل، وأحمد بيعمل عمل، والسادة المشاهدين بيعملوا أعمال، ولكن إيه اللي بيميز العمل ده؟ عمل مقبول ولا مش مقبول؟ العمل ده إحنا نبتغي به وجه الله، ولا العمل ده فيه شيء من الرياء ومن السمعة؟ ولذلك حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث سيدنا عمر وهو في الصحيحين. العلماء يقولون الحديث هذا عليه مدار الإسلام. صحيح، حتى في تفصيلات تلت الدين الحديث ده داخل في كل الدين. الله، ده الأساس، ده الأساس، دي قاعدة، دي قاعدة. كل حاجة احنا بنعملها لازم فيها، لازم يتوافر ويتحقق فيها النية. لذلك أول ما نقول الصلاة يبقى لازم النية، البداية النية، الحج، الصوم، أي عمل. السلام. حتى حضرتك، هقول لحضرتك على حتى الأمور الاجتماعية، يعني مثلا زيارة المريض، ما أنا ممكن أكون رايح أزور المريض ده عمل كويس، ولكن مجرد أن أنا أنوي بزيارة المريض قربة من الله سبحانه وتعالى الله. يبقى شوف النية حتى في الأعمال، يعني معنى النية بقى مش مقترنة بالعبادات بس. أيوة، عشان نفهم النية، معنى النية وهي القصد. عايز أبقى قصدي دائما لله. بالضبط، أنوي هذا العمل لله سبحانه وتعالى، قاصدا وجه الله الكريم. الله، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص هو ده عنوان كل عمل يقوم به العبد المؤمن. يعني بداية خطوات الإخلاص عشان ربنا يرزقنا الإخلاص النية الحلوة، النية الحسنة. وحتى العلماء بيبينوا لنا في معاني النية حاجة مهمة جدا احنا لازم ناخد بالنا منها على المستوى الشخصي، على مستوى العبادات. يعني بيقولوا لنا النية دي بتيجي على معاني متعددة. يعني ايه؟ حضرتك مثلا بتصلي الصبح ركعتين او الفجر، والصبح على فكرة هو الفجر يعني. ايوه، فالصبح ركعتين وسنة الفجر ركعتين. طب ايه اللي ميز الركعتين دولت عن الركعتين دولت؟ النية، ان دولت سنة نافلة وديت فريضة. بنوي بقلبي انها سنة، وبنوي بقلبي ان دي فريضة. عشان كده يقول لنا هي تأتي النية لتميز العبادات بعضها عن بعض. لو في كمان حاجة مهمة جدا يا شيخ احمد، فكرة انك تحدد هدفك. دايما تحديد الهدف، ناوي اصلي ركعتين سنة، يبقى خلاص هدفك ودو ركعتين سنة. بالظبط، ناوي اصلي ركعتين فرض. ما هو هي بتيجي لتميز بتميز وسنة الصبح نافلة، فبتميز العبادات عن العادات، بتميز أعمال العبادات بعضها عن بعض، أعمال عن أعمال. أيوة، بتميز المقصود بالعمل. أيوة، وديت النقطة المحورية اللي احنا بنتكلم فيها، المقصود بالعمل. أنا بعمل العمل ده ليه؟ أنا بأتصدق، أنا راجل صوام قوام وبصوم اثنين وخميس والأيام البيض من كل شهر، ويعني بأكثر من الصيام،
ومعروف ما بين الناس بأن فلان أو سين من الناس ده راجل عابد وتقي، هل العمل ده مقبول ولا مش مقبول؟ شوف النية هنا، عشان خاطر ديت بقى حاجة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فعشان خاطر كل واحد بيعمل العمل يبقى لازم يحسن من نيته ويصفيها وينقيها لله سبحانه وتعالى لكي يرتقي إلى أعلى الرتب. ما هو ده هو مقام الأنبياء والأصفياء والأتقياء والأولياء. ما هو ده جاي منين؟ إن قلوبهم كان دائمة التعلق بالله سبحانه وتعالى، وقصدهم ونواياهم هو الله سبحانه وتعالى أولا ثم يأتي بعد ذلك الآخر. سيدنا الشيخ دكتور علي الجمعة رضي الله عنه وأرضاه يقول لك القلوب الضارعة. القلوب الضارعة. قلوب الإيه؟ الضارعة. الضارعة. يعني القلوب الضارعة هي سبحان الله، دايما الواحد بيتخيل موقف الحرمان. اللهم لا تحرم أحد من رحماتك ولا تحرم أحد من مدد. اللهم أمين يا رب. هو دي النعمة الحقيقية. حرمان العمل. ممكن الواحد يعجز أو العجز، العجز عن العمل. سبحان الله، النية هنا تكفيه. النية بتكفي في العجز عن العمل. يا سلام. لا عمل إلا بنية. هو الصحابة رضي الله عنهم مش منهم من عجز عن أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة التبوك؟ أيوة. بس قلوبهم كانت فين؟ متعلقة. ما قطع واديا إلا كانوا مش معا. ده كلام النبي. نيتهم كانت فين؟ إن أناسا خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معنا. طب هم فين؟ ده قاعدين في المدينة. حبسهم العزر. أيوة. معنا فين؟ معنا في الأجر، معنا في الثواب، معنا بقلوبهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادلهم بعطاياهم. لذلك العلماء قالوا جملة جميلة جدا جدا جدا، أهل الله وكلامهم نفائس. صلاح القلب. أيوة. دور على صلاح قلبك بقى. يجي صلاح القلب منين؟ قالوا صلاح القلب بصلاح العمل. الله. وصلاح العمل بصلاح النية. ونية المرء خير من عمله. خير من عمله. يعني هنروح، خلينا نروح فاصل قصير ونرجع لحضراتكم عشان نعرف يعني مدار أعمالنا على هذا الحديث عند النية، على النوايا اللي جوانا، اللي احنا دايما نقول يا رب ارزقنا النية الطيبة، ارزقنا النية الحسنة لكل عمل ننتويه أن يكون خالصا لك يا رب العالمين. فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معنا.